أهلا فيك. أهلا فيكم. مشاهدينا بهالأجواء الجميلة مش راح نتركها، راح ننتقل أيضا لأجواء جميلة أخرى موجودة بالفحيص، ومن خلال رعد الرقاد زميلنا اللي موجود. طولنا عليك يا رعد، أكيد الأجواء باردة، يعني إحنا في برد بعمان ولكن نعرف يمكن الفحيص كمان أجواءها أبرد، فما راح نتأخر عليك أكثر من هيك، راح نترك لك الهواء لا إطلاعنا على تفاصيل كمان جميلة من خلال هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد الميلاد المجيد. تفضل يا رعد، صباح الخير. صباح الخير لك ألكساندرا مجيد، وأيضا مجيد كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا الكرام وينما كنتم من داخل وخارج مملكتنا الحبيبة، دائما بأجواء عيد الميلاد احنا موجودين معكم أكيد من الفحيص، هذه البلدة الجميلة جدا، واليوم راح نعكس أجواء فرحة العيد في منطقة الفحيص. راح يكون معنا الأب عماد الأطوال، مصبح عليه، يعطيك العافية وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. يعني بهاي الأجواء الجميلة بعيد الميلاد بدنا نعكس صورة الفرح بمنطقة الفحيص إلى كل المشاهدين. الفحيص هي نموذج في الفرح والسلام والطمأنينة، وفي هاي الأيام كانت النموذج في عيش أجواء الميلاد المجيدة بالإضاءات وبالاحتفالات، البازارات والمهرجانات، وأيضا بإضاءة الشجرة في كنيسة الأرثوذكس وفي بلدية الفحيص، وأيضا مع رواق الفحيص كان الجو في المساء هو جو مبهج وجو يعبر عن أفراح الميلاد. نتحدث عن أجواء الميلاد من يوم من ليلة أمس، يعني نحكي عن الصلاة بارح كانت بالليل، بأي وقت كانت، نتحدث ببعض الفعاليات اللي كانت يوم أمس لغاية صباح اليوم. أجواء الميلاد بالإضافة للمظاهر الخارجية هي أجواء ثلاثية. ثلاثية الأبعاد، أولا هو البعد الروحي، هذا الزمن هو زمن فرح وزمن سلام، هو جو من الصلاة، التأم جميع المؤمنين في الكنائس للصلاة لربنا، داعين السلام والطمأنينة في بيوتهم وفي عائلاتهم أيضا في الوطن. والبعد الثاني هو جو إنساني، علاقتنا مع ربنا لا تبقى فقط عمودية بعلاقتنا مع الله عز وجل، وإنما تترجم بعلاقتنا أفقية بعلاقتنا مع الآخر. فعيد الميلاد هو عيد السلام، عيد المصالحة والمصافحة بين الأسر وبين العائلات، وأيضا النظر إلى العائلات المستورة. فهنالك بعد إنساني في الميلاد، هو أن أفرح وأن أفرح الآخرين. هنالك نشاطات متنوعة نقوم بها، خصوصا شجرة الخير أو تجميع من المواد والمساعدات الإنسانية والتأمين الاحتياجات للأسر لكي تفرح جميع العائلات مع بعضهم البعض. وهنا في الفحيص المساعدات لا تقتصر فقط على المسيحيين والعائلات الفحيص، وأيضا على أهلنا وقاربنا في صويلح وفي ماحص. فهنالك البعد الإنساني، البعد الأول هو البعد الروحي، والبعد الثاني هو الإنساني، وهنالك البعد الثالث والهام في الأردن هو البعد الوطني. مع جلالة الملك عبد الله الثاني أصبح هذا العيد ليس فقط عيد للمسيحيين وإنما عيد للوطن، وأصبحت عطلة رسمية، جميع العائلات تلتقي مع بعض البعض وتعيد مع بعضها البعض. كمان ساعة راح يكون في بيت الفحيص لقاء كل الأسرة الأردنية، مسلمين ومسيحيين من البلقة والجوار، لكي يتبادلوا المعايدة بالميلاد المجيد ورأس السنة الكريمة. يعني نتحدث عن أجواء، بعض المشاهدين بتسألوا عن هذه الأجواء اللي إحنا موجودين فيها الآن، شجرة الميلاد وأيضا المغارة الموجودة اللي إحنا عندها الآن، نتحدث عن بعض الطقوس الموجودة الآن أخواننا المشاهدين. نعم، شكرا لهذا السؤال. المظاهر الخارجية هي فقط مظاهر لكي تعبر عن بعد داخلي. نعم. أعطي بعض الإشارات، الشجرة وزينة الشجرة، نحن نضيء في الميلاد والشجرة هي لونها أخضر، والأخضر يرمز إلى الأمل والرجاء، وهذا ما نتمناه لكل واحد منا، أن يكون له الأمل والرجاء في حياته. تجد حول الشجرة من اللون الأبيض، الأبيض يرمز إلى الطهارة، الزينة يرمز إلى الفرح، وأيضا المغارة هي عنصر أساسي في الإيمان المسيحي وفي التقليد المسيحي. المغارة تذكرنا بالأشخاص اللي كانوا حول الطفل يسوع اللي هو أمير السلام، الأشخاص كانوا رعاة، مجوس، فقراء، غنم، كلها تعبر على البساطة وعلى التواضع، وهذا ما يطلبه الله عز وجل من كل واحد منا. بالرغم من عظم العالم، تذكر يا إنسان أنك إنسان، عليك أن تكون متسامح ووضيع
وأن تعبر عن محبتك لله بالبساطة وبالسلامة. أنا بدي أشكرك، ولكن قبل ما نشكرك ونسلم على ألكسندرا البوري حاب رسالة منك الآن إلى كل المشاهدين يشوفونا من خلال برنامج يوم جديد في يوم الميلاد. في هذا العالم الملتئم، في هذا العالم الملتهب، في هذا العالم الذي أصبح الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، نذكر الجميع عليك أن تكون بسيط وأن تكون متواضع وأن ترفع دعائك دائما إلى الله عز وجل من أجل السلام في بيتك وفي حياتك وفي وطنك. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، زي ما سمعنا من الأب عماد الأطوال والحديث عن أجواء الميلاد في منطقة الفحيص، وبجوز هناك ما يسمي هذا الميلاد والعيش المشترك أو التعايش، أنا ما بسمي لا عيش ولا تعايش، أنا بسميه نسيج أردني وطني داخل مملكتنا الحبيبة الأردنية بين المسلمين وأخوانهم أيضا المسيحيين. الآن راح أرجع إلى ألكسندرا البوري، وبعد أغليق لكم معنا بفقرة أخرى من مشوارنا الصباحي وقافلة برنامج يوم جديد، ويسعد صباحكم حبيبي.